الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ليلة القدر يقول أنزلناه، وبعدين إيه تنزل الملائكة، ففي أنزلنا وفيه نزل وفيه تنزل. أنزلنا دي الفعل المتعدي، أعني ليباشر مهمته في الوجود من اللوح المحفوظ، نوديه بقى القرب الأرض للسماء الدنيا، وبعد ذلك تأتي الأحداث فتنزل النجوم على حسب هذه الإيه؟ على حسب هذه الأحداث. ولذلك العرب لما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة نقول لهم أنتوا أغبياء البعدة، لأن ده القرآن هينتظر منكم أسئلة يجيبوا عليها، فكيف يأتي بها في الأول؟ ده يسيبها كده لما تسألوا يوم إيه؟ نجاوبكم. يبقى لازم تنزل نجوم. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما طلب منا أن نحيي هذه الليلة نحييها بأي شيء؟ نحييها برضو بمنهج الله، نكرم الزمن الذي نزل فيه القرآن، وتكريم الزمن الذي نزل فيه القرآن لا ينضبط بليلة، ده علشان يشيع في كل زمان. رمضان بنصوم مش عشان بس نبقى أتقياء فيه، بل ليشيع صفاؤه في كل زمان. فلما نيجي نحيي، طيب لما جم عشان نحيي الليلة هم المستشرقين مسكيننا في حتت، يقول لك يا أخوان عندكم أحاديث بتقول التمسوها في وتر العشر الأواخر، وفي أحاديث التمسوها في شفع العشر الأواخر. الله، طب ايه في الشفع ولا في الوتر؟ فانا قلت للدكتور محمد عبده فاهم فايل المستشرق بتاع، قل له لو انت بتفهم القران بلغه القران ما كنتش تعترض هذا الاعتراض، لان ما دام قال العشر الاواخر، العشر الاواخر هو الشهر كام؟ لو كان الشهر 30 دائما كنا يبقى فيه كلام، تقول ايه الشفع وايه الوتر، انما ده الشهر مره يبقى 29 ومره يبقى 30، فما دام قال تمسوها في العشر الاواخر هاب ان الشهر هيبقى 30، يبقى العشر الاواخر تبتدي من امتى؟ من ليله 21 مش كده؟ طب هاب ان هو هيبقى 29 ويبقى العشر الاواخر ايه؟ يبقى مش تبتدي من ليله 20، يبقى في 20 22، تبقى الشفع هي عين الوتر بس بتختلف باختلاف الايه؟ الزمن 30 الشفع والوتر هي يصلح عليها العشر نعم، يبقى العشر ايه؟ العشر الاواخر في الشفع هي بعينها العشر الاواخر في الوتر، هي نفسها، يبقى ما فيش تعارض في الايه؟ تعارض في الحديث. نيجي حته ثانيه برضو اوقفنا بنقف عندها كتير، وهي إذا كان الحق سبحانه وتعالى عمل التجليات دي في ليلة القدر واللي تصادفه عبادة ويوم مش عارف ربنا يديله، ما ذنب الذين لهم أعذارهم فلم يصوموا ولم يقوموا؟ أكثر فيها حاجة المرأة التي عليها عادتها، ما ذنبها هي في أن لا تصادف ليلة القدر؟ نقول له لو قرأنا القرآن بإمعان لو وجدنا ربنا عمل لها احتياط، لان هو بيقول من شهد منكم الشهر فليصوم، وبعدين قال ومن كان ومن كان ومن كان فعدة اي رمضانه عدة من ايام اخر، يعني يوم ما تيجي تقضي تبقى هي رمضان هي. فلما تيجي تقضي ليلة القدر يبقى تجيلها ليلة القدر، يبقى اذا ليلة القدر كما قال بعض العلماء لا تنتهي كل ليلة فيها ليلة قدر، لأن الناس مختلفين، ده يفطر فيه لو النهاردة فيبقى فيه ليلة قدر لكل إيه؟ لكل إنسان، ويبقى زمنها ساعة ما تقضي أنت. إذا كان الإنسان لما يكون نائم ويستيقظ يبقى وقته حين يستيقظ، لو استيقظ الضحى يبقى بيصلي حاضر الفجر، تكليف مرفوع عنه نعم. فأنا بعذر منك يا الله انت اللي رفعتها عني، يبقى انا ذنبي ايه؟ ان انا ما اخدش هديه ليله القدر دي. يقولوا لا، فعدتهم من ايام اخرى، اي فرمضانه عده من ايام اخرى. ولذلك الذين يحتالون على طبيعه الاشياء ويروحوا للدكاتره عشان يديهم حقن عشان تاخر العاده، نقول لا، انت لما تصومي ما يبقاش رمضانك، لان رمضانك ايام ما تقضيه بعد ما تمر من هذه الايه؟ من هذه المساله. الحق سبحانه وتعالى جعل لامه محمد صلى الله عليه وسلم مواسم، هذه المواسم يستيقظ فيها الانسان وان كانت قد اصابته غفله،
هذه المواسم حين توجد وبعد ذلك نرى إقبال الناس على شيء يوم يخليني أتنبأ إن كنت غافل. يحلو لي إنني أبتدي أعمل. ولذلك المسرفون على أنفسهم هم الذين يفيد منهم الإسلام. اللي أسرف على نفسه قبل كده يقول لك يلا اعمل الشيء الفلاني عشان ربنا يغفر لك، ابني مسجد، ادي مش عارف ايه، اطعم مساكين، اعمل ما، لان في معصيه عماله تلب. فاياكم ان يظن احد ان الانسان قد يحتال على الله فياتي بشيء محرم اكنه ياخده من ربنا كده، يقول له لا، ان عملت شيء محرم انا هطفعك الدم عشان تعمل شيء حلال، وخليك طول عمرك تعطي المعصية تلهب ظهرك وتعمل الطيب علشان ايه. ولذلك ينصر الله هذا الدين بالرجل الايه، بالرجل الفاجر. أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نستقبل ليلة القدر بما يحب خالق ليلة القدر وبما يحب من أنزل القرآن في ليلة القدر. بقي شيء آخر أحب أن ألفت إليه. العلماء اختلفوا، ليلة القدر دي اللي بتقدر فيها الأمور هي نصف شعبان ولا ليلة نزول القرآن؟ في سورة يقول لك ايه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فقالوا دي ليلة ايه؟ ليلة نصف شعبان. نقول له الحق سبحانه وتعالى يعني بعلمه الأزلي يعلم اننا هنقف، انما ما بيسنبناش نقف، لازم يدينا لمحات في طي الاشارات علشان اهل الذكر كده يقعدوا يبصوا لها كده ويعتبروا ويطلعوا لنا. طيب اسمع، حاميم والكتاب المبين. حاميم دي من الفاظ القرآن التي استأثر الله بعلمها، غيب ولكن غيب يحرسه مشهد، لأن اللي فيها حاميم فيها كتاب مبين ظاهر واضح وفيه كل الأحكام. يبقى القرآن هيبقى حاجتين اتنين، غيب زي الحروف المقطعة وواضح، كتاب مبين ظاهر وواضح، الاتنين قرآن. يبقى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن المشتمل على إيه؟ على الاتنين دول، حاميم الغيبية والكتاب الايه المشهدية والكتاب المبين. دي نازل وده ايه، وده نازل. طيب فيها يفرق كل عامل حكيم.